اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. الاستاذ عبد الغيام والاستاذ احمد الشمراني هما ضيفا حلقه الليله. نشوف استقبال اللاعب الجديد امير كردي مع مراسلنا في جده. كيف دارت الصفقة والأمور مع اللاعب؟ بالنسبة للاعب أمير كردي، يعني علمت إدارة النادي أن اللاعب هناك لاعب سعودي يلعب في مركز يحتاجه النادي الأهلي، يلعب في الدوري اليوناني. بحثنا عن اللاعب، صار في اتصالات مع اللاعب، منحنا مدرب الفريق الفرصة لمشاهدة اللاعب، شاهدوا وأوصل بالتعاقد معه. طيب اللاعب يمكن تجلس معه وتكلمت معه، اللاعب كل شخص يكون عنده طموحات، يكون عنده شيء يؤديه. لاعب من خلال الفيديوهات اللي شافها، كيف شايف مستقبله؟ كيف شايف؟ هل هو متفائل بانضمامه للاهلي لاول مره يلعب في السعوديه وهو لاعب سعودي؟ بالنسبه يعني يمكن اول مره اذكرها انه اللاعب من خلال اول اتصال معه وافق على اللعب في النادي الاهلي. مقر النادي الاهلي يعني ساعد كثير، موجود في جده بجانب والده طبعا سعودي الجنسيه، موجود يقيم في جده. والده، نشكر والده صراحة يعني كثير ساعدنا في هذا الموضوع، قدم لنا المستندات اللي تثبت أن اللاعب لاعب سعودي، وبقي إجراءات بسيطة بإذن الله ويصبح اللاعب سعودي جنسي. اللاعب إلى الآن لم يصبح سعودي حتى الآن؟ اللاعب سعودي، ولكن الإجراء الذي سيتم هو انفصاله من كرت العائلة مع والده وإصدار بطاقة هوية وطنية منفصلة له. اللاعب إلى الآن لا يملك هوية وطنية تثبت بأنه شخص سعودي يقيم في السعودية. يملك هوية وطنية، لديه رقم سجل مدني، ولكن مضاف في كرت العائلة مع والده لأنه خرج من المملكة العربية السعودية وعمره 7 سنوات، والآن لابد من خروجه من كرت العائلة لوالده وإصدار بطاقة هوية منفصلة له. والله يعني هو صراحة يعني متفاجئ من جمهور الأهلي، متفاجئ من العشق الكبير الذي يملكه المحبين للنادي، يشاهد دوما جمهور الاهلي في ملعب الجوهره، متفائلين باذن الله بنجاح اللاعب مع النادي. تكلمت معك يمكن في حديث سابق، يمكن بعيد عن الكاميرا، كنت تقول ان اللاعب كان عارف الاهلي وعارف كل شيء عن الاهلي، متابع جيد للاهلي، وكنت تقول اللاعب اهلاوي من قبل ما يتعاقد مع الاهلي. اللاعب لانه كان 7 سنوات موجود في جده، والده عاشق للاهلي، اللاعب نفسه عشق الاهلي من خلال والده، ولكن مع ظروف والدته يونانية الجنسية وانتقالها لليونان، انتقل معها وعاش هناك الآن 15 سنة. خلال كم حتنتهي إجراءات اللاعب تماما؟ بإذن الله سنبدأ من يوم الأحد في الإجراءات، نتوقع أنها تنتهي سريعا بإذن الله. فترة ملفات التعاقد نهائيا خلاص؟ متبقي شهر في فترة التسجيل بالنسبة للمحترفين. الأمور فنية بيد المدرب، متى ما طلب المدرب لا أعتقد أن مسؤولين النادي سيرفضون أي طلب في مصلحة النادي الأهلي. فضلت مع برونو مرة ثانية؟ لا، غير صحيح. أساسا برونو وسيزار لاعب أهلاوي، ولكن عقده ينتهي في ديسمبر، وعقده الآن عقده يمتلكه نادي بالميراس البرازيلي، ولا ليس لدينا علم في أن نادي بالميراس لا يرغب في اللاعب، علم رسمي، ولكن علم إعلامي وصل لدينا أن المدرب لا يرغب فيه، ولكن علم رسمي هو العقد يملكه نادي بالميراس، ونحن ننتظر إلى ديسمبر إما يعود اللاعب وإما ينتقل إلى نادي ثاني عن طريق شراء عقده. أضغط عليك فهد شوية، فهد المحترفين 4 باقيين في الأهلي ما حيتغير؟ الأمور فنية جدا والقرار بيد المدرب. المدرب ما حكى شيء؟ ما أتكلم في شيء، المدرب مقتنع بالأربعة الموجودين كلهم.